لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث حول فضل الذكر والذاكرين الله عز وجل. وحديثنا اليوم عن أحد الأدعية أو الأذكار التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وهو ما يقوله من عليه دين، ما يقوله من عليه دين. فهذا الدعاء المبارك الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه يقوله من عليه دين بيقين وسعي في الأسباب المشروعة، الله عز وجل يقضي عنه دينه ولو كان مثل الجبال. وهذا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فروى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني قد عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل ثبير دينا أداه الله عنك. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. فهذا دعاء عظيم يقوله من عليه دين وهو عاجز عن أدائه، فإذا قاله واعتنى به وهو على يقين بصدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى الله عز وجل عنه دينه مهما كان حجم هذا الدين ولو كان مثل الجبل كما مر بنا في الحديث. وذلك لأن الله عز وجل هو الذي بيده خزائن السماوات والأرض، وعليه فالله عز وجل خزائنه ملأة لا تغيضها نفقة ولا عطاء، فمهما أخذ العباد ومهما أعطى الله عز وجل العباد فهذا لا يؤثر فيما عند الله عز وجل شيء. ولذلك لما جاء هذا المكاتب، والمكاتب هو العبد الذي يريد أن يتخلص من العبودية بأن يعطي سيده ثمن هذا أو ثمنه، فيتفق مع سيده على سداد ثمنه مقسطا أو نحو ذلك، فيعطيه جزءا ويظل يقسط باقي الأجزاء، فهذا يسمى مكاتب، أي كاتبه سيده على دين حتى يحرره بعد ذلك من العبودية. فجاء هذا المكاتب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني قد عجزت عن كتابتي فأعني، يعني أنا عجزت عن سداد الديون والأقساط فأعني. فقال علي رضي الله عنه: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل ثبير دينا أداه الله عنك. وهذا فيه تشويق من علي رضي الله عنه للرجل للاهتمام، أي لأجل أن يهتم بما سيكون بعد ذلك، ما هذا الذي يؤدي، ما هذا الذي يكون سببا في قضاء ديني. قال: قل:
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. كلمات يسيرة لكنها عظيمة الأثر وعظيمة البركة، سبب في قضاء دين الإنسان. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، يعني اللهم اجعلني أستغني بالحلال أي بالرزق الحلال، واجعلني مكتفيا به مستغنيا به عن الحرام. وإلا بعض الناس مهما آتاه الله من الحلال فهو لا يستغني به، تراه يريد الزيادة، وهذه الزيادة قد تكون من الحرام ولا بأس عنده. ولذلك العبد يدعو اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، فيبارك الله عز وجل له في القليل الذي ربما البعض عنده أكثر منه لكن لا بركة فيه، لأنه لا يستغني بالحلال، عينه تطمع في الزيادة ولو كان ذلك بالحرام. أما الذي يستغني بالحلال فهذا كفاه الله عز وجل، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. وصور ذلك والحمد لله موجودة في الصالحين وكثيرة، كم من الصالحين تجده يعيش هو وولده وأهله بشيء يسير جدا من الرزق ونحو ذلك، في الوقت الذي تجد غيره هذا اليسير لا يكفي عنده لمدة ساعة أو ليوم. وهذا من فضل الله تعالى، فإنه استغنى بالحلال عن الحرام، وتراه إذا عرض عليه الحرام وهو في أشد هذه الحاجة لا يقبل أن يأكل هذا الحرام وأن يأخذ هذا الحرام، لأنه مستغن بالحلال ولو كان قليلا. ومن استغنى بالحلال عن الحرام كفاه الله عز وجل. قال اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. أغنني بفضلك عمن سواك، يعني اجعل فضلك وهو ما تمن به علي من نعمة وخير ورزق مغنيا لي عمن سواك. وأغنني بفضلك، أغنني بفضلك، فكل ما يعطيه الله عز وجل للعباد هذا من فضل الله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا سأل يسأل فضل الله تبارك وتعالى، وإلا لو سألنا عدل الله ما سقى منا واحدا شربة ماء، لأننا لا نستحق في الحقيقة بكثرة ذنوبنا وجحودنا وكذا ونحو ذلك. لكن فضل الله علينا عظيم، كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ولذلك لولا فضل الله علينا ورحمته لهلكنا. ولذلك فإن العبد يسأل ويقول وأغنني بفضلك عمن سواك، أي أنت الذي تمن علي بالرزق فأغنني أنت وحدك بما تمن علي به من فضلك من الرزق عن أن أسأل الناس. أغنني عن أمد يدي لغيرك، أنا لا أريد أن أسأل غيرك، أنا لا أسألك إلا أنت. أغنني بفضلك أنت عن سواك، عمن سواك، لا أريد أن أسأل أحدا غيرك، لا أريد أن يعني آتي أحدا غيرك في طلب أو رزق أو كذا، لا، أنا لا أسأل إلا أنت، أغنني بفضلك عمن سواك. وفي هذا يظهر العبد عظيم افتقاره لربه سبحانه وتعالى، وهذا يحبه الله تعالى. فالعبودية من مقاماتها العالية الافتقار لله تعالى وإظهار الحاجة لله سبحانه وتعالى. فالعبد بين يديه يقول اللهم اكفني بحلالك عن حرام، وأغنني بفضلك عمن سواك. أنا
أستغني بك أنت وبما تعطيني من فضلك عن كل من سواك، ولا أطلب من غيرك. فعند ذلك يتفضل الكريم المنان سبحانه وتعالى بالرزق وأسبابه، فتجد أسباب الرزق وأسباب قضاء الدين يسرها الله سبحانه وتعالى. وهنا لابد أيضا من تنبيه مهم جدا، وهو أنه لابد مع هذا الدعاء المبارك أن يبذل العبد الأسباب المشروعة في السعي في الرزق لسداد الدين. وإلا بعض الناس ربما يعتقد أنني أقول هذا الدعاء وأمكث أو أمتنع عن فعل الأسباب وأمتنع عن مباشرة الأسباب. لا، ليس هذا هو الذي جاء به الشرع، فإن مباشرة الأسباب دين وشرع، والأدلة عليها كثيرة لا يسع الكلام عنها الآن. أما ترك الأسباب فجهل وتواكل وقدح في الشرع. ولذلك عمر رضي الله عنه لما مر بنفر ومر بعد مرة ويراهم في نفس المكان لا يتغير، فسأل من هؤلاء؟ فقالوا متوكلون، قاعدين يعني في المسجد في حتة كده، ولا بيخرجوا ولا بيروحوا ولا بيجوا. فقالوا متوكلون. فقال متوكلون، إنما المتوكل الذي يضع البذر وينتظر الزرع، إنما المتوكل الذي يضع البذر وينتظر الزرع. وإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فأنكر عليهم عدم مباشرة الأسباب، عدم مباشرة الأسباب، أنت تسعى في الأسباب المشروعة والمتاحة، والله هو الذي يقدر الأسباب ويخلقها ويخلق مسبباتها. ولذلك أنت تسعى في الأسباب مع هذا الرجاء العظيم من خلال هذا الدعاء: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. فإذا قال العبد هذا الدعاء وباشر الأسباب وصدق في نيته في إرادة قضاء دينه، قضى الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد قضاءها قضى الله عنه. اللي يعني بيستلف من الناس وهو عنده نية، أو بيشتري أو نحو ذلك، يعني يستدين من الناس هو عنده نية للسداد، قضى الله عنه. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. اللي بياخذ أموال الناس يستدين وفي نيته عدم السداد أتلفه الله، لا هو هيسدد ولا هيكون في عنده أي نوع من البركة والعياذ بالله، أتلفه الله. ولذلك الدعاء، السعي في مباشرة الأسباب، صدق النية في قضاء الدين، هذه لابد أن تجتمع حتى يقضي الله عنك دينك. فلا يصلح أن تقول الدعاء وتترك الأسباب ونيتك فاسدة، فلابد أن تجتمع الثلاثة، فعند ذلك يقضي الله عز وجل عنك دينك. وقد جاء في هذا المعنى قصة لطيفة وطريفة ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن حال بعض الصادقين لما استدان، كيف أن الله عز وجل قضى عنه دينه لما كان متوكلا على الله، صادقا في نيته في السداد، مباشرا للأسباب لقضاء دينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري، قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم. واحد رجل صالح عايز يستلف، ما عندوش مال عايز يستلف،
قال سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفهم 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، يعني الراجل اللي هيعطيله القرض يعني، قال ائتني بالشهداء أشهدهم يعني عشان يبقى عليك شهود. قال فقال الرجل كفى بالله شهيد، وكأن هذا الرجل رحمه الله تعالى كان يستحي من إعلان الدين أو نحو ذلك، أو لم يجد شهداء لظروف المكان أو نحو ذلك، فقال كفى بالله شهيدا. قال له يعني ما رأيك أن تجعل الله بيني وبينك شهيدا؟ قال فأتني بكفيل. طيب بلاش شهود، ائتني بكفيل واحد يعني يأتي معك ويقول في حالة أنك إذا لم تقض الدين ضمن هو هذا الدين. فقال له الرجل كفى بالله كفيلا، يعني ما رأيك أن تجعل الله بيني وبينك كفيلا؟ قال صدقت. الرجل الآخر رجل صالح أيضا اللي هو صاحب المال، قال صدقت. فدفعها إليه على أجل مسمى، أعطاه المال على أجل مسمى، يعني خذ المال يوم كذا يعني تسدد لي الدين، أو قال له يوم كذا آتيك بالمال. قال فخرج في البحر فقضى حاجته. فخرج في البحر، من هو الذي خرج في البحر؟ المدين. خرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله. الراجل ده كأنه راح تاجر في بلد أخرى، البلد الأخرى هذه بينها وبين بلد الرجل الدائن بحر، وهذا البحر لابد للعبور من جهة إلى جهة لابد من مركب يعبر بها من هذه الجهة إلى هذه الجهة، وكأن هذه المراكب لها مواعيد تأتي فيها. فلما كان اليوم الذي اتفق مع الدائن عليه لم يجد مركبا، ما فيش مركب، ما فيش طيارة يجي تجيبه وتيجي، ما فيش قطار، ما فيش كذا، ما فيش تاكسي يوصل نحو ذلك. قال فلم يجد مركبا، قال فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار، لأنه كان عايز يستلف يعني 1000 دينار. قال وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها أي سوى موضع النقر وأصلحه، ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جاهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. انظر إلى هذا الرجل الصالح، هو لما جاء يوم الدين لم يجد مركبا، وكأن المراكب بتيجي كل كم يوم يعني بعد أيام. فالرجل لأجل أنه وعد صاحب الدين أو صاحب المال بيوم معين، فأراد أن لا يخلف وعده، فرجى أن يقوم الله عز وجل عنه بذلك، فجعل المال في خشب وأغلق الخشب جيدا بمشمع نحو ذلك وألقاها في البحر. سبحان الله العظيم. وقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا، الآخر ما ذكر يعني يا رب أنا أريد قضاء ديني في نفس الساعة ونفس اليوم الذي اتفقت مع الرجل عليه، ولا أريد أن أخلف، ولكني لا أجد مركبا، فقم أنت عني بذلك، فأنت رب المركب ورب البحر ورب الناس، أنت الذي تقضي عني ذلك، يعني بتعبير بسيط جدا خذ عني هذه الخشبة وصلها إلى صاحب الدين. سبحان الله العظيم. الحديث في الحقيقة ده فيه يعني وقفات طويلة، لكن إشارات سريعة كده. انظر إلى عظيم توكل هذا الرجل وتعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى. أولا الرجل يأخذ خشبة
ويضع فيها المال، وهذه ليست العادة في الخلق ولا في الناس في إرسال الأموال من بعضهم إلى بعض. لكن من عظيم رجائه وتوكله على ربه رجاء أن يجعل الله هذه الخشبة تصل إلى صاحبها. ثم هذه الخشبة الله عز وجل ساقها إلى صاحبها في نفس اليوم. كان ممكن الخشبة دي تعمل إيه؟ تروح جهة أخرى. يعني الرياح مثلا، الراجل ده في البلد اللي في جهة اليمين، كانت ممكن الرياح تاخدها وتروح بها شمال، خلاص عكس الطريق. الله يسخر لها رياحا تأخذها إلى البلد التي فيها صاحب الدين. صاحب الدين كما في الرواية قال: فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله. صاحب الدين طلع راح عند المكان اللي فيه المراكب بترسم ينظر لعل صاحب الرجل المدين يأتي، فلم يجده. قال: فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها أي قطعها بالمنشار وجد المال والصحيفة. وجد المال والصحيفة، كتب له رسالة إن أنا فلان الفلاني وهذا الدين الذي علي كذا. قال: ثم قدم الذي كان أسلفه، إلى آخر الحديث. وهنا أيضا إشارات كده مع وقفات، هي طويلة بس هنعملها إشارات كده سريعة. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر. الرجل ده خرج في هذا اليوم، كان ممكن الرجل ده ما يخرجش في هذا اليوم. ثم لما خرج ولم يجد المركب، إذا بالخشبة تصل إلى هذا الرجل. البحر ده حاجة كبيرة، الخشبة مشت في نفس الطيار، الخشبة تصل إلى الشاطئ الذي يقف عليه صاحب الدين. الخشبة لا تذهب إلى أي رجل على الشاطئ، تذهب إلى صاحب الدين. صاحب الدين لا ينظر إلى الخشبة وينصرف مثلا، لا، بل قال: أخذها حطبا لأهلي. يوم هو اللي يأخذ الخشبة ليس غيره. صاحب الدين يأخذ الخشبة ويذهب بها إلى أهله، وكان من الممكن أن يعطيها لهم: خذوا اعملوها حطب ويرموها على طول في النار. لكن الرجل قال: أكسرها عشان أخليها لهم حطب يعني جيد. فيكسرها يقوم يجد المال في داخلها. من الذي أجرى كل ذلك؟ الله سبحانه وتعالى، الذي علم من قلب هذا الرجل الصالح صدق النية في سداد دينه، وعلم من هذا الرجل الصالح سعيه في الأسباب الشرعية. ولعل هذا الرجل الصالح كذلك كان من دعائه ما دعا به، وإلا قال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا، إلى آخر الحديث. قال: فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، إلى آخر الحديث. فالشاهد من ذلك أن هذا الرجل لما صدق صدقه الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ الرجل الصالح اللي هو المدين لا يزال على ورعه العظيم. لما وصل ما قال للرجل، أول ما قال كان ممكن يقول له ماذا؟ في حاجة وصلت لك ولا لا؟ إيه أخبار الخشبة؟ أنا راجل واصل عند ربنا، يمكن الخشبة جت؟ أبدا، هو تعامل مع الأمر كأن شيئا لم يكن، وإن كان في قلبه رجاء أن يكون هذا قد حدث. لكن هذا صاحب حق، قال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال أي الدائن: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. انظر إلى هذا الورع العجيب في هذا الرجل. الرجل بيقول له: أنت بعت لي حاجة؟ طبعا إحنا الواحد مطرحنا هي وصلت كده، يبقى أنا خلاص إيه، يبقى أنا واصل.
فقال الرجل: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت به. أنا بقول لك أنا لسه جاي النهاردة، بتقول لي أنت بعدت حاجة، أنا لسه واصل دلوقتي. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدا. فهذه الحكاية الجميلة التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الصالح فيها هذا الشاهد، وهو أن هذا الرجل دعا الله عز وجل أن يقضي عنه دين، أنه باشر الأسباب ما أمكنه، أنه صدق في نيته في قضاء دينه فقضى الله عنه. ولذلك هذا الدعاء العظيم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، هذا الدعاء العظيم يقوله العبد وهو صادق النية في سداد دينه ساعيا في الأسباب، يقضي الله عز وجل عنه دينه ولو كان مثل الجبال. نسأل الله تعالى أن يقضي عنا وعنكم وعن المسلمين الدين، ونسأله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم الأمور، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.